يأخذ المتابعون للإعلام في بريطانيا على بعض وسائل الإعلام أشكالا من الانحياز وعدم الدقة عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة واللجوء على وجه التحديد، حيث تتعمد بعض الصحف تصوير المهاجرين بوصفهم خطرا داهما على البلاد، وعندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي فإن الرقابة شبه معدومة. المحاولات هلأ عم بتصير ببريطانيا لتحميل وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية أنه هي تفرض هذا النوع، ما بدي سميه رقابة، ولكن محاولة ضبط الخطاب الكراهية، العنصرية، التمييز، الستيريوتايب على منصاتها. مواجهة الخطاب العنصري في وسائل الإعلام تحتاج بحسب الخبراء إلى ترسانة قانونية تضع ضوابط صارمة على المحتوى الإعلامي بغرض منع هذه الوسائل من الانزلاق نحو الشعبوية. أعتقد أنه من الضروري وجود قوانين صارمة تمنع الإعلاميين من استخدام أي نوع من الألفاظ العنصرية. بعض القنوات الإخبارية والكثير من الصحف تستخدم أحيانا لغة عنصرية، وثمة أمثلة كثيرة على ذلك. برغم المحاذير والانتقادات، تحتفظ بريطانيا بسجل جيد في مراقبة المحتوى الإعلامي لمواجهة العنصرية، وتعد تجاربها في هذا المجال أفضل مقارنة مع معظم الدول الأوروبية، لكن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة هذا الخطاب عبر منصات التواصل الاجتماعي. تحرص وسائل الإعلام البريطانية، خاصة تلك الممولة من دافعي الضرائب، على معايير صارمة لمواجهة خطاب الكراهية خشية المساءلة القانونية، لكن اتساع الحقل الإعلامي بدخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط يكاد يجعل مهمة مراقبة المحتوى الإعلامي لمواجهة العنصرية مهمة مستحيلة. عبد الله السديا، العربي، لندن.